بين الدفاع عن النفس ونقد الاتهامات السوريه لتركيا حول عمليه غصن الزيتون التي تشنها القوات التركيه على منطقه عفرين السوريه ضد الاكراد، صرح السفير التركي في عمان خلال استضافته في نبض البلد ان هذه العمليه جاءت للدفاع عن النفس وليس للتدخل بالشان السوري، موضحا تفاصيل هذه العمليه وموقف تركيا ازاء التطورات في القدس. لليوم العاشر على التوالي تستمر عملية غصن الزيتون التي تشنها القوات التركية على الأكراد في منطقة عفرين السورية والتي يحتمل أن تشمل مناطق جديدة محاذية لعفرين السفير التركي في عمان مرات كاراجوز وضح خلال استضافته في برنامج نبض البلد أن التدخل التركي في عفرين السورية جاء للدفاع عن النفس وحماية للمصالح التركية وأن هذه العملية تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق

لأنه هذه العملية تستند إلى المادة واحد وخمس من ميثاق الأمم المتحدة التي ينص على اه حق مشروع الدفاع اه لتركيا حقها بالدفاع عن نفسها مالا سوريا للأسف عفرين ليس تحت سيطرة النظام السوري Bu bir. أول اه موضوع للسورية ترك

بمنطلقات اثنيه وهم يشكلون خطر. القضاء على ما وصفه بالارهابيين التابعين لحزب العمل الكردستاني هو الهدف الاول من هذه العمليه، نافيا اتهامات الحكومه السوريه بدعم انقره لجماعات ارهابيه داخل سوريا. ولكن نحن مصمما ان نحارب هذه المنظمه الارهابيه الكرديه التي هي امتداد لحزب العمل الكردستاني الموجود في في سوريا. وفي المحور الثاني أكد السفير على دعم القضية الفلسطينية وتطابق وجهات النظر بين أنقرة وعمّان بشأن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، مثمّنا مواقف الملك عبد الله الثاني ومحاولاته الحثيثة للتصدي لهذا القرار عبر اجتماعات عقدت في تركيا من ضمنها مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي. وجلاله الملك لبى هذه الدعوه وبعد اسبوع قام بزياره الاردن تركيا للمشاركه في هذا الاجتماع مصطحب معه دوله الرئيس ملقي ووزير الخارجي معالي الوزير صفدي وايضا رئيس ديوان الملكي استاذ طراونه طبعا جميل قاده بما فيهم رئيس محمود عباس صرح بان هذا القرار قرار ترامب لا يمكن القبول به ومرفوض تماما على صعيد المنطقه تركيا والاردن دولتان شقيقين وصديقين. سنر belki değiliz ama aynı coğrafyayı حتى لو لم يكن هناك حدود مشتركه ولكن نحن نقع في نفس الجغرافيا اين الصنمارلا وهناك تحديات مشتركة وعلينا أن نجد حلول مشتركة أيضا تحديات مشتركة يفرضها الإقليم المحيط بتركيا والأردن وعلاقات اقتصادية واتفاقيات في مجال التجارة الحرة والإعفاء من تأشيرة الدخول إلى تركيا كلها مساع تحاول كلتا الدولتين تحقيقها بحسب تصريحات السفير التركي